خلينا بقى نروح لبنان في قرية هناك مشهورة بصناعة الفخار واسمها قرية راشية. غالبا معظم أهالي القرية بيشتغلوا في الحرفة التقليدية اللي بتتوارثها من أجيال كتير، رغم مرور الزمن لسه في شباب بيحافظوا على الحرفة دي وبيطوروا فيها. قرية راشية الفخار في لبنان أخذت اسمها من ورش الفخار التي تشتهر بها، فمنذ أجيال كانت هذه الحرفة التقليدية شائعة بين سكان القرية الذين يفخرون بمنتجات بلدتهم، لكن مع مرور الزمن أصبحت تلك الصناعة في تراجع وتركت أثرها على راشية الفخار وحرفتها الشهيرة. على الرغم من أن تلك القرية والحرفة مدونان على المواقع السياحية والأثرية اللبنانية، نحن هون رشية ضايعة قروية فيها تمتز بصناعة الفخار أباً عن جد منذ مئات لا بل ما بنعرف يمكن من ألوف السنين. بس نحن مع وصلنا لمرحلة خلال الأحداث اللي مرقت من 30 سنة أو 35 سنة لليوم بلشت تتراجع أضون قريب. كان بالستينات في 80 معمل بهذه الضايعة، معامل قائمة وتعمل بشكل كميات كبيرة، وكل التصريف كل الانتاج كان يتصرف بجنوب بجبل عامل نوصل للدمور مثلا للبقعان. برغم كل هذه الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها والأزمات والأزمات الاقتصادية، أول شيء لتستمر بهالمهنة بدك ماديات، بدك دعم. ومع ذلك يصر خليل على الحفاظ على هذه الحرفة حية، ويستخدم حتى الآن الطرق التقليدية في صنع الفخار على الرغم من التحديات. وتستخدم المنتجات الفخارية بشكل أساسي في المطبخ، وتشمل أوعية للماء والزيت والمنتجات الغذائية، ويستخدمها البعض كآنية للطهي.